تلاشت أحلامك أو أن الأمل انهار، نصنع غدنا ونعطره بالعزم وبالإصرار. سيظل الحلم يداعبنا لن يذبل مهما صار، فضمائرنا صرخت فينا كي تسعدنا الأقدار. من صنعك أنت حياتك قم، إن التغيير قرار، إن التغيير قرار. دراسة أكاديمية نشرت في أحد الصحف المحلية في سنة 2019 بينت أن المجتمع الكويتي يعاني من تزايد معدلات العنف بجميع أنواعه، الأسري والمؤسسي والمجتمعي. وبينت هذه الدراسة أن العنف اللفظي منتشر بشكل كبير في الأسرة، وأن السبب الرئيسي هو غياب الوعي بطريقة التعامل داخل الأسرة. في حضور العنف يغيب العقل وننسى منو إحنا، يفقد بعضنا التوازن حتى في التفكير. طيب ما دام العنف موجود على اختلاف الأنواع اللي إحنا ذكرناها، فشنو أسبابه ومن المسؤول عنه وشلون نحمي عيالنا منه؟ أسئلتنا وتساؤلاتنا بنعرف إجابتها أثناء حلقتنا. شو نسوي الحين حمد؟ ما أدري، بس أنت بلغت أهله؟ ما هده، وربي ما هده، لو أصيده أقطع بيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. منو فيكم حمد؟ انا. منو فيكم خالد؟ انا خالد وهذا ضاري. لو سمحت تفضل معي. عفوا، منو حضرتك؟ معك راشد محمد من الإدارة العامة للتحقيقات. بتجون معي ولا شلون؟ المشاجرة طبعاً إحنا لوحظ في الآونة الأخيرة في أوساط المجتمع الكويتي حدوث مثل هذه المشاجرات في شكل ملحوظ وشكل كبير للأمانة. اليوم بعض الشباب يطلع خصوصاً في الويك أند فيصير مخازز، أنت ليش تخزني وأنا أخزك، وتقع هذه المشاجرة. طبعاً المشاجرة أنواع، اللي هو الاعتداء بالضرب، في منها الجنحة وفي منها الجناية. اليوم إحنا لما هذا الشخص أو هذا الشاب لما يطلع من البيت ولي الأمر ما يمسك ولده
وينصحه ويعلمه بأن يكون هادي، يعلمه أن أنت يا ولدي رايح اليوم مكان فلاني راح تلقى ناس أفكارها مختلفة عن أفكارك، تلقى ناس طبعها يختلف عن طبعك، فانتبه على نفسك وحاول أنك أنت تمسك غضبك وأن أنت ما تلتفت لهذه المشاكل. هذا الشيء. الشيء الثاني والأهم، هذا الشاب ما يعرف شنو هو الجنحة وشنو هو الجناية، تقع يعني هذه الجريمة ويعتقد أن هذا شيء بسيط، فيتفاجأ برفع هذه الدعوة فيما بعد، أن عقوبتها تصل أو عقوبة هذا الفعل الذي قام بهذا الشاب تصل إلى الحبس 10 سنوات. أنا جراح، عمري 23 سنة، عصبي وايد، مشكلتي اني ما احب احد يعاندني، واي واحد يحاول انه يمد ايده علي اكسرها له، وبهالدنيا الضعيف ما له مكان، وحقي اخذه بذراعي، ويا ويله اللي يدوس لي على طرف، ولا اسمح حق اي احد انه يستفزني او يقلل من قدري، واللي يفكر بهالشيء راح تكون نهايته على ايدي. قيل المصيبة ليست في ظلم الأشرار، المصيبة في صمت الأخيار. كم واحد فينا منع أخوه أو رفيجه أو حتى زميله من إنه يظلم ويعتدي على غيره؟ للأسف إحنا لا بغى بعضنا ينصر ربعه ننصرهم بالطريقة اللي شفناها لما شاركوا ربع جراح معاه بالهوشة، أو للأسف بطرق تحمل عنف وتعدي على الآخرين. يقال من ظلم نفسه فهو لغيره أظلم. شنو كانت دوافع وأسباب جراح اللي خلته يتصرف بهالعنف اتجاه ضاري؟ وهل هذا هو الحل؟ زين ربعه شنو تتوقعون بيكون مصيرهم؟ شوي ليش دايس لموت؟ اسكت تكفى الله يرحم والديك، ما بسمع صوتك. يا شباب بتحقون الصيبات ولا بعد حي؟ اكيد ما شفت جراح شلون طعنه؟ لو اشوفه بالسياره مره ثانيه راح ادوسه. بس يا جماعه شرح امره، شرح امره. لا 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 جراح تعال، وين وديت السكينه؟ شنو؟ وين السكين؟ نزل من سيارتي، نزلوا نزلوا من سيارتي. وين بننزل؟ وين بننزل؟ هني بنص الطريق وصلنا بيوت علاقة. نزلوا من سيارتي نذبحكم، نزلوا. انزل انزل يا ولد اذبحنا هذا. نزلوا نزلوا. ايش تبي؟ ادري 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 انها غلطتي، بس هو استفزني. بس كان بإمكانك تتحكم مشاعرك وتتصرف تصرف عقلاني. ما أقدر زين، ما أقدر، أعصابي زين، أعصابي كانت شادة. مو عذر، مو عذر اللي يستفزك تذبحه على طول. أوه خلاص خلاص، شنو تبين أسوي؟ أنا ما غلط، كل اللي سويته دافعت عن نفسي وعن ربعي. جراح سلم نفسك للشرطة. شنو؟ أسلم نفسي حق الشرطة؟ مينون أنا؟ من صالحك ترى تسلم نفسك للشرطة قبل الله يمسكونك، ترى انت اللي سويته جريمه، وما تدري اصلا ان الريال حي ولا ميت. حي ولا ميت بالطقاق اللي طقه، ويستاهل اللي صار له. جراح انت اللي حطيت نفسك بالموقف، والحين حل مشكلتك بنفسك، لا تتهرب. خلاص خلاص تكفى، خلاص خلاص.
والله مسؤولية مجتمعية، يعني جميع مؤسسات المجتمع، الأسرة، المدرسة، المسجد، النادي، جميع المؤسسات هذه يجب أن تشارك فيما بينها، تشترك فيما بينها لوضع حد لهذا العنف عن طريق النص، عن طريق البرامج، عن طريق القانون. فبالتالي وإذا عملنا هذا الشيء الجميع اشترك في ذلك، أنا أعتقد أن قللنا من العنف وبالتالي خلقنا جو آمن داخل المجتمع. لما يوصل هذا الحكم احنا نعرف أن المشاجرة هذه صارت جناية ويتم إحالته إلى الجنايات، النيابة العامة، والنيابة العامة إلى محكمة الجنايات فيتفاجأ بهذا الحكم. إحنا طبعاً الجنحة هي الضرب على نحو محسوس أو التعدي اللفظي أو القولي أو يعني التشابك بالأيدي أو تبادل الضرب. أما إذا أنتج عن هذا الفعل اللي هي إحنا نسميها بالمصطلح العام الهوشة ضرب أفضى إلى موت أو إحداث عاهة مستديمة أو إحداث أذى بليق، هنا تتحول الجنحة إلى جناية. طبعاً تصل عقوبتها الحبس إلى 10 سنوات أو القرامة، وأما بخصوص الجنحة هي تصل إلى عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات. لما يكون أو تكون هناك قدوة داخل الأسرة وداخل المجتمع، إنسان عنده القدرة على التعامل مع الآخرين بكل أريحية بدون صراخ بدون هواش ويكون عبرة للآخرين، وهذا الشخص هو قدوة للآخرين، ما يكون قدوة سيئة، يكون قدوة ناجحة للآخرين. أيضا نوزع المسؤوليات على الأبناء ونحمل كل واحد مسؤوليته، وبالتالي لما نعطيه كل واحد مسؤوليته ونشجعه على القيام بهذه المسؤولية ونشجع النقاط الإيجابية التي يقوم بها، فبالتالي أيضا حاولنا أن نقلل من العنف. أيضا يجب أن نبتعد عن العنصرية والتمايز والتفرقة والطائفية والقبلية داخل المجتمع، وكلنا أبناء مجتمع واحد وكلنا أبناء دولة واحدة، والقانون هو الذي يحكمنا، ونعمل من أجل المجتمع ونبتعد عن والله الصراعات البينية بين الأفراد. لو عملنا هذه الأشياء استطعنا أن نقلل من ذلك. طبعا غير ذلك المدرسة، من خلال مناهج المدرسة نستطيع أن نزرع ثقافة التسامح. إذن دور المدرسة من خلال المناهج والبرامج نستطيع أن نوصل هذه الرسالة أن التسامح أفضل من العنف، والعنف ما منا أي فائدة غير الضياع والخسارة. رب العالمين عطانا العقل عشان نفكر وما نستعيل ولا تسبق إيدينا لساننا، وشفنا وايد حوادث وسمعنا عنها. العنف ما هو إلا بداية لسلسلة انتقامات أنت وأهلك واللي حولك في غنى عنها. تذكر أن حياتك نتاج قراراتك.